السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات السادة يعني الوزراء المحترمين، مرحبا بكم في اجتماع المجلس الحكومي. في الجدول ديال الأعمال ديالنا اليوم غادي نطرقوا الوضعية الصحية الحالية وتطور الحملة الوطنية للتلقيح، وبعد ذلك إن شاء الله غادي ندرسوا واحد ثلاثة ديال المشاريع ديال المراسم. بداية غادي نسمعوا العرض السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الوضعية الصحية الحالية في بلادنا وآفاق تدبير جائحة ديال كورونا وتطور الحملة الوطنية ديال التلقيح. وفي هذا السياق كنبغي نشير أن الحمد لله بلادنا قطعت أشواط كبيرة في محاربة الوباء بفضل توجهات الملكية السامية، تتبع الشخصي لجلالته نصره الله للوضعية الصحية بالمملكة منذ تسجيل أول حالة ببلادنا، والإشراف الشخصي لجلالته على توفير الكميات الكافية من جرعات التلقيح. بلادنا نجحت بفضل التوجهات الملكية السامية والعمل ديال أطر الصحة والإدارة الترابية لضمان سير وانتظام العملية بطريقة سلسة. وكنبغي ننوه بعمل السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية وأعضاء اللجنة العلمية والتقنية وأطر الصحة على التعبئة المتواصلة لمواجهة انتشار الجائحة. بفضل المجهودات اللي بذلتها الدولة لمواجهة هذه الجائحة، تمكننا ولله الحمد من تفادي تسجيل عدد كبير من الضحايا وإنقاذ أرواح كثيرة من المصابين. وبالمناسبة كنترحموا على أرواح الناس اللي فارقوا الحياة بسبب هذا الفيروس، وكنجددوا التعازي للعائلات والأسر اللي فقدت أقاربها، متمنين لهم حسن الصبر والسلوان. لازم الإشادة بالدور الكبير اللي كيقوموا به المواطنين المغاربة في هذه المرحلة، حيث المغاربة حسوا بالمسؤولية تجاه هذه الأزمة وعاونوا السلطات الصحية باش نقدروا نتجاوزوا يعني هذه المرحلة الصعبة. نبغي باسمكم جميعا نشكر المواطنات والمواطنين على الوعي ديالهم وروحهم الوطنية بالانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح، لأن التلقيح كيبقى لحد الآن الوسيلة الوحيدة اللي تبتات الفاعلية ديالها للتصدي لهذه الجائحة. وخصنا نعرفوا أن 24 مليون مواطن اللي خدوا التلقيح كانوا فاعلين أساسيين في مواجهة هذه الجائحة. 24 مليون مواطن اللي بفضل انخراطهم في عملية التلقيح خلوا المغرب يبني واحد الحصن ضد الكوفيد 2000 كوفيد 19. وهذا العدد ديال المغاربة ماشي فقط كيحميوا نفسهم عائلتهم، بل كذلك يحميوا بلادهم. وبكل تأكيد كل ما زاد العدد ديال الملقحين كل ما غادي نكونوا محميين أكثر لمواجهة أي انتكاسة ممكن تقع على قدر الله. وكل ما قربنا من الأهداف ديالنا في التلقيح للوصول إلى مناعة جماعية، كل ما قربنا من استرجاع الحياة الطبيعية اللي كيطمح لها كل واحد فينا وبطريقة كاملة. ولهذا كنجددوا دعوة المواطنين اللي باقي ما داوش التلقيح أنهم ينخرطوا في هذه العملية الوطنية الكبيرة. أكيد هذا غيكون مع مراعاة الحالات اللي ما يمكنش ليها تلقى واحد التلقيح لأسباب صحية وأسباب اللي كيحددوها أطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. لكن نبغي نوضح أن التدابير الوقائية اللي كتخذها الحكومة راه ماشي الهدف ديالها هو فرض إكراهات أو معيقات على المواطنين، وإنما الهدف منها هو العبور الآمن لحياة محمية ومحصنة ضد كورونا. وفي الأخير كنبغي نأكد أن الحكومة حصيرة أكثر من أي وقت، حريصة عفوا أكثر من أي وقت مضى على التواصل بشأن مختلف القرارات
والاجراءات اللي متعلقه بتدبير الجائحه ديال كورونا. وزاره الصحه كتسهر دائما على تقديم مختلف الاخبار والمعطيات، وغادي تقدم الاجابات والتوضيحات لتساؤلات المواطنين، بحال اللي كان الامر في اخبار المواطنين بجواز التلقيح المؤقت بعد الجرعه الاولى، الوقت اللي قلنا بانه ابتداء من الجرعه الاولى راه دخل في واحد المسار وغادي يعني غادي يكون عنده نفس الحقوق يعني، ولكن تكون المتابعه ديال يعني الجرعه الاخرى بحال. والمعطيات كذلك العلميه والتقنيه للجرعه الثالثه اللي كتجي من بعد شهور من تلقي الثانيه، وايضا تقديم كل الارقام المتعلقه بالجائحه في بلادنا في اطار الشفافيه اللي كيعرفها تدبير التواصل ديال هذا الملف الحمد لله منذ بدايه الجائحه. وعندي الثقه ان السيد وزير الصحه والحمايه الاجتماعيه سيكون دائم المساهمه في تقويه التواصل مع المواطنين والتفاعل مع انشغالاتهم في هذه الظروف الخاصه والحساسه التي كتعيشها بلادنا. وغادي نعطي الكلمه للسيد وزير الصحه والحمايه الاجتماعيه المحترم باش يقدم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.